دلوقتي انا لو حاسس ان شريكه حياتي مش نظيفه او العكس، ليه بيبقى صعب علينا نقول لهم؟ يعني تعالوا كده نحط يعني سيناريو ونتخيل. نحرجهم يا هادي. ايوه بس يا شيري، ما هو الحياه بتبوظ طبعا. يعني انا لو يعني اعذروني، يعني لو شريك حياتي ريحه نفسه مش حلوه عشان ما بيغسلش سنه كل يوم، او ريحه جسمه مش حلوه عشان ما بيستحماش، هل ممكن اروح اقول له ممكن تقوم تغسل سنانك؟ لا برضو هستخدم طريقه لا في لحظه معينه. هل ممكن اقول له معلش انا اسف بس ممكن تقوم تغسل سنانك؟ هل ده او ممكن اقول له لا ده انت ممكن تعملي الايه الاكثر اللي هو ما تيجي نغسل سنانك بالظبط. لا انا مش عايز فافرق اي لا اشتري له فرشه سنان ونوع في الفرش ونوع في المعجون واغسل سناني قدامه وعملت كل ده واكلمه عن صحه الاسنان واعمل كل واقول له اصل انا كنت عند دكتور السنان النهارده تخيل بيقول لي ايه، بيقول ما هو انت لازم برضو ما ينفعش الحاجات تيجي في الوش كده مره واحده. عملت كل ده وما حصلش؟ لا طبعا هبتدي انبهه بقى بلهجه يعني اوضح ناخد درجه اعلى. لكن ما ينفعش ابدا اقوم قايل مثلا لوالدتها او والدها مثلا او والدته. لا طبعا ما ينفعش ندخل ناس يعني لو ولا ينفع ندخل ناس. لا ممكن اروح اقول لوالدتها تبقى مصيبه يا طنط. لا ازعلي لا لا يعني طب افرض انا وصلت الباب مسدود يا اعمل ايه؟ اروح مش ممكن اروح اقول لوالدتها روحي للمحامي بقى وخلاص. لا يبقى ما منوش امل. عارفه ليه؟ لانه مش ذكي كفايه، مش بس عشان ما بيغسلش سنان. انا عملت كل الحاجات دي وانت برضه مش لا دي تبقى مشكله في التواصل. يبقى عنده مشكله في انه ينتبه للي حواليه ولشريكه حياته واللي بتنبهه ليه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.